شوف زولنا عصام احمد البشير بمجد القرضاوي كيف في مقطع رقم 12 وتكلم بكلام كثير عن القرضاوي وعن الاخوان المسلمين. كيف تشوف القرضاوي الرد والرد الفعل؟ اولا القرضاوي قام سامقه وامام العصر بلا منازع، ورجل افنى اكثر من 8 عقود من الزمان نصره لدينه تعليما وارشادا وتبليغا وهدايه. والله كذاب، والله كذاب. قرضاوي غير الضلال ما جاب اي حاجه، هو الولع الثورات بتاعت الربيع العربي دي وكلها الولع، وجات الشغله كلها وقال الثورات دي كلها جائزه، هو معروف كلامه مشهور ونموذج للعالم الرباني الذي يصدع بكلمه الحق. طبي دكتور عصام، هناك هاجس وعذرا لمقاطعتك. نعم. هناك هاجس عند الرجل الامني في الخليج ضد اي شيء اسمه اخوان مسلمين. اولا الشيخ القرضاوي ليس لديه عضويه الان تنظيميه، لاحظ الحته دي، قال القرضاوي نفى انه هو في عضو في تنظيم شنو؟ الاخوان المسلمين. كذاب عصام البشير ده كذاب. هسه هنجيب لك القرضاوي ذاته، قال لي انت الناس عارفه انك بتين دخلت الاخوان المسلمين، لكن ما عارف انك مرقت ولا قاعد. كلام بالمعنى ده، قال لسه جوا قاعد. هسه بيجيك. ده براو قال كده، وده بكذب. درويش بكذب عشان شيخه. الناس تعرف متى انضم الشيخ القرضاوي للاخوان، لكنها لا تعرف متى خرج منه. لم اخلو من الاخوان. يا جماعه شيوخ عصام احمد البشير، انت عارفه شنو ده؟ بروفيسور استاذ دكتور رئيس مجمع الفقه الاسلامي في عهد الكيزان. كذاب ومحتال. داسي كذاب ولا ما كذاب؟ في زول يقدر يقول لي ما كذاب؟ القرضاوي ذاته قال انا ما خرجت اصلا. يا القرضاوي كذاب، يا عصام كذاب، ما في حاجه. لكن دي ما غريبه على عصام البشير، لانه عصام البشير مدح البرعي. البرعي عمرو بن لحي السوداني مدح عصام البشير ده. شغله فقيه المالكي وابن حجر شارح صحيح البخاري وامثال هؤلاء، وقد افاض شيخنا البرعي في مصر المؤمنه باهل الله، ذكر العلماء والمحدثين والفقهاء والعابدين والزاهدين ومن اهل الله من الرجال والنساء، مما يؤكد ان لهذا البلد تاريخا عظيما في حمل رساله الاسلام في الاقطار. تاريخنا البرعي، تاريخنا البرعي. البرعي بيقول غير الله بيخلي، غير الله بيدي الجنة، علم والله بيخلي قبيد ده بيقلب شنو؟ ولد. وكالبنت بعد ما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. البرعي بيقول إنه ما في الشدائد بدل ما تنادي الله تنادي إسماعيل الولي، إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله اسماعيل. وربنا يقول البنادي غيري وبدعو غيري، قال منو الاضل منه. الشيخ ابن عثيمين قال ده الاستفهام الانكاري اقوى في الاثبات من مجرد النفي. يعني لو ربنا قال لا احد اضل ممن يدعو من دون الله، دي قويه بالنفي، لانه ما في احد اضل من الزول اللي بدعو غير الله. اضل زول اللي بدعو غير الله ده معنى لا كده. لكن العثيمين قال الاقوى منها ومن أضل، تعرفوا زول أضل ممن يدعو من دون الله. شوفوا الآية دي قوية كيف. ما في أحد في الكون ولا حتجد، قال لك لأنه تحداك منو ومن، منو أضل من الزول اللي بدعو غير الله ده؟ يكون العلماء والعارفين وتاريخ السودان البرعي ده. إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيله. وربنا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. زول يعلم الناس الشرك ويوصلهم مرحلة يتعلقوا به بمعاونة الجبهجية وناس علي عثمان محمد طه وغيرهم، عاونوا ونفخوا في الإعلام السوداني، وصلوا السودانيين مرحلة إنه البرعي بقى إله في نظر كثير من الناس، يعلق
في دكاكين الذهب، الله يشوفته بعيني، في دكاكين الذهب. ده شنو يا تاجر؟ يقول لك ده بيجيب البركة وبيجيب الرزق. وأبو لهب كان يعتقد يقينا إنه اللي بيجيب الرزق الله، لأنه ده من الربوبية، من توحيد الربوبية. ناس وصلوا الناس المرحلة دي من الضلال، يعلقوا صور البرع في الحفلات تحت المواصلات، يعتقدوا إنه صورته بتمنع الحفلة من الحادث أو تنقلب أو من الإيصال بتاع المرور، صورة البرعي. ناس اللحمة أولاد منو كده للحوم والمشويات، تلقى الخروف والنعجة والبرعي في النص، يعتقدوا إنه صورة البرعي بتجيب الرزق للحمة وللشية وتجيب الزبائن وتبارك في القروش واللحمة الموجودة. صورة البرعي صورته. ناس وصلونا المرحلة دي، لليلة بنعالج ونكورك والدعاة كوركو ويدقوهم وين ويعوقوهم وين. أخونا ده كسروا يده في الحضور، وداك وين وقاعدين سجنوا بسبب معالجة لما أفسد البرعي بمعاونة الإخوان المسلمين عصام البشير وعلي عثمان محمد طه والجبهجية المعاون. لكن شوف، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله نزعوا منهم وبنجيهم من نجاة مصر ومن خليهم، باقيهم ده ذاته بنكمله.